قصير في قامته، دؤوب في حركته، على محياه ابتسامة لا تفارقه بالرغم من سنوات قضاها يعاني مصاعب صحية متعددة. عمري 41 سنة، من سكان صفوة، أب البنتين حوراء وزهراء جميلتين. أنا قصير إقامة مثل ما يقولوا الناس الغزم، وأعاني من مشاكل صحية من صغري مدة 12 سنة. السمع والنطق الحمد لله عديتها، متزوج إنسانة طبيعية، هي شركة حياتي، مبسوط إياها ومرتاح معاها، ما قصرت، ساعدتني الحلوة والمرة، وأشكرها في قناة الإخبارية. عبد الله الذي بات معروفا لدى أهالي صفوة يتنقل بمركبته المجهزة لقضاء مستلزماته ومسامرة أصحابه تارة، والبحث عن طريقة لاستعادة بعثته الدراسية تارة أخرى. في الصفوة كلها يعرفوني، وأصحابي كلهم طوال ما طبيعيين، ما فيها مشكلة. بس إذا طلعت برا المناطق مثل الدمام ولا الخبر، الكل طالع بنظرة غير، يعني استغراب، يعني أول مرة يشوف واحد قصير، يمكن ما أدري، يعني عادي أعديها على وامشي عنه، ما في مشكلة. أنا تعلمت السواقة عمري 32 سنة، وساعدوني الأقارب على تعلم السواقة، وأخذت الرخصة وشريت السيارة، ضفت عليها الدوسات، البنزين والبريكات. أبرز الصعوبات اللي ألاقيها المواقف لا حق أصحاب الهمم. زين، في ناس طبيعيين ياخذ موقف حقنا. روح مرحة يمتلكها عبد الله السعيد جعلت منه شخصا محبوبا بين أوساط المجتمع. للإخبارية طارق المسعود، صفوة.